صباح النور كما العاده في كل صباح كنمشي نجري. هاد الصباح البارح ديت معايا هشام، اليوم شكون اللي غادي ينوض باش يمشي معايا؟ بقاو معايا ستوري جاي تشوفوا. يلا يلا نمشيو على الضحيه. اليوم ملي اختاريت اللي يمشي يجري معايا هي رغده. دابا انا قدام الشومبر ديالها، نجي شوف شوف شوف. الرجاء عدم ازعاج. اوكي الرجاء عدم الازعاج، عدم الازعاج. صباح النور. ما تعرف تقرا شكلك؟ شوفي عندي لك مفاجاه. اليوم اختاريتك باش تكوني معايا في حصه الرياضه. بلاتي لسونيتا تتذكري هذه؟ طلعت صغيرة علي. إن بدك إياها تعالي حصة رياضة. يلا 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 البسها وبرجع لك. يلا بسرعة. هذو هما البنات كيبغيو المقايدة. عطيني نعطيك. المهم قنعناها، البلوزة جاتك حلوة. خليك بارك، خليك جالسة، خليك لا لا خليك. ما بدك تسوي رياضة؟ ما بدك تسوي رياضة؟ شو حاقدة. راهي صار من هون. العذاب. شوف اليوم غتكون عندنا حصة الرياضة حاقدة. أنا من غرفتي عشان أعمل رياضة. متابعيني بيعرفوا إن رغدة ما بتعمل رياضة. راح يصيروا يعرفوا أنك تسوي الرياضة مع رغدة. لا هيك كبير. شكرا على اليوم، كانت رياضه منيحه. بربي اخر مره نعيط ندير الرياضه. باي. وين رايح؟ واو ما احلاك. وعلى فكره نسيت شي حاجه هنا. ابراهيم كالعاده كتبارك اتصلوا بيا الفندق، قالوا لي اجي الهود ريسبشن. قلت لهم شنو كاين؟ راه واحد جاب لك هذه باش تفطروا بها. شوف 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 توحشيت التمر عادي. خويا مبروك العيد. ما تحلش. قلت لك واش توحشيت التمر؟ غير سؤال. مازال ما عدلش، صاحبي. لا تبات يا خويا، دير غرفتي يا خويا. انا وكمان مره من بعد اخذت شاور جابوا لي واحد الجهدايا، واحد الجهدايا اللي غتعجبكم واحده منها بزاف. شنو هي؟ طرارارا. هادو عرفتوا لمن، وهاد القنبوله دابا غادي نحلوه. هاد القنبوله تفرقعات الحين، فيها ساعه وفيها عطر. دابا الخطوه الجايه خاصنا نمشيو نفاجئوا رغدة بهذا الدبدوب. وشكرا إسراء بزاف على الهدية اللي وصلتني منك. كلكم عرفتوا ان رغدة دارت لي صداع الراس باش نجيب لها دبدوب. دابا جبت لها دبدوب ودرته في بوكس. غنمشي نشوف دابا ردة الفعل ديالها فاش تشوف دبدوب.
ترارارا. من بعد الرياضة جبت لك هدية. شنو كنت توقع تكون في هدية بلاتي؟ بسة افتحي شوف. اوه دابا تقول لي دبدوب مرة أخرى؟ غتقول لي جيب لي دبدوب؟ تقول من تبعت بكير؟ من وين جبتها؟ الحمد لله الحمد لله. صافي دابا جبت لك دبدوب صافي بعدي مني دابا. لا من وين؟ فرحانة؟ اه دابا تقول لي دبدوب مرة أخرى؟ سالينا دابا دبدوب. سالينا دبدوب. لا أكبر من راسي. أكبر منك كلك. على السلامة. يا جماعة من بعد هذا الفيديو اللي هلا رح تشوفوه. هذا مهوش نتاعك. كل رضا يخذ لك الحجر الصحي كل شيء ساد. من بعد هذا الفيديو انا بحلم يكون عندي دبدوب زي تبع بكي. بس احزنوا شو اجاني وعد اكبر. بكي لا 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 موتي طقي رضا شكرا. ما في دبدوب مره ثانيه ماجي. هلا صار وقت اني اروح اقهر بكي زي ما قهرتني وولعت بقلبي شرار. ايش فيك؟ ولا شيء. ريح الازعاج. I got a bigger one. I got a bigger one. يا حرام. لا تبع يا حلا اشوف اشوف شوف شوف يا حرام شو كل هذا ولا تستوس لا تتفيش تستوس زيك مرة تانية بضربك ولا مليون مليون اقل من 24 ساعة او ماي جاد مليون ونص الفيديو تبعك نهار لا كثير هيك امشي 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 او ماي جاد مسطي ولا شنو غلط ولا تحرقتيني سري تقدري ولا شيء بركه ما تزعقي الزعقه تاع الزمره بركه ما عملت شيء لسه ما عملت شيء ايه عملت مصاص خليه خلص راح اخليه خلص كيف البيت عم نلعب غمزة تبغى صورة ولا ستوري يلا غمزة جاهزين كرت فاشل يعني مو معقولة في عالم عم تتحمم حمام العيد تبع انها طالعة من الحجر وانا قاعدة مثل الكلبة محبوسة مو معقول هذا الحكي مو معقول بس اتذكر انه باقي لسه 7 ايام ناس طالبة منا فيديوهات وما بعتت لي فيديوهات اوكي مو مشكلة بس الموضوع هو انه انا واعدة متابعيني انه ينزل فيديو كل يوم وانا ما رح ننزل هاي رضا لما اخذ رغدة على المغرب لا ده صوت ناس من نجد عبي
زي ما بتعمل فيا يعني فيك شوية بقى مرة من نفسي. هو ايه اللي هلا؟ انت ازاي ما تجيش عندي وما تعمليش ستوريهات وما تجيش تعمل الجرس عليا؟ ولا انت مكتئب؟ مش فاهمة يعني مالك، يعني مالك فريد؟ بجد وحشتني. ازاي كده من امبارح مختفي؟ الناس بتسألني عليك اقسم بالله. جماعة فريد قاعد اهو في غرفته كويس اهو اهو. السلام عليكم. انا غادي نفتتح ستوري ديال اليوم مباشره بالاذان ديال المغرب، وحنا راه حنا دابا كنفطروا، ومن الفوق كاين رمضان، ولتحت واحد خونا مخبي نهار العيد. خويا انت علاش مخبي نهار العيد؟ ها مبروك عيدك. شي بياسه واحد ضيف سبيشال. انا ماشي انت رجائي ولا سوايب اب. هذا هو اللي خونا اللي تلاجه. رمضان كريم. رمضان كريم.